السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتي وحبايبي الصيادين، أهلا بيكم في قناتكم صيادين رحال. معاكم أخوكم سامح الخوارقة. فيديو جديد جاب لكم عرض من راجل محترم. الراجل ده يا جماعة أخطيب صياد في الدنيا، وحد يعرف أصلا؟ أيوة يا عم، لا شو عاشور يا جدعان، عاشور الناجي اسم الله عليه، أحلى صياد في الدنيا أخويا وحبيبي عاشور. والله أنا ليا معاه حكاية كده النهاردة، والحكايه دي انا اعملها ليكم، اقسم بالله العظيم انا ماليه مصلحه في اللي انا بنعمله ده. لو في مصلحه في الموضوع ده فهي ليكم انتم كمتابع. انتوا عارفين سامح الخوارقة، عارفين نزاد سامح الخوارقة. الفكره ان اخويا ماجد حسن كان عيد ميلاد والده، فهو كان عايز جرمانديه، فانا طلبت جرمانديه العاشور. بصراحه سعرها عجبني، فروحت طالب جرمانديه لابو ماجد حسن وجرمانديه لاخوكم ايه سامح الخوارقة. بالرغم ان انا عندي اثنين والله، واحده هنا والثانية بره على الفرن بقى العشور، صح؟ هي بره. ايه يا جماعة، ده شغل ايدي برضه، وده ايه كان شغل عشور، ولكن سعر الجربندية عجبني بصراحة. فأنا ضغطت على عشور، طبعا هو عشور بيشتغل جربنديات شغل تجاري، فأنا جاب لكم عرض محترم كده، عرض جربندية بإذن الله. إن شاء الله العرض هيعجبكم، السعر ممتاز. عشور طبعا يا جماعه بيشتغل شغل تجاري المحلات، فاحنا هنحاول نخليه نضغط عليه، هنثبتوه من الاخر يعني. ماشي عشور يا باشا، انا تحت امرك وتحت امر مشاهدينك كمان. يعني ايه سعر قريب من المحلات؟ طبعا هو مش هينفع يجيب بسعر المحلات، ولكن احنا ان شاء الله هنخلي السعر قريب من المحلات، بحيث ان ده عرض. العرض ده هنحاول برضو نمده فتره طويله. ناخد بقى عشور ان شاء الله بعد اذنك الكادر يا باشا. ماشي، ادخل على الشغل بتاعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بأستاذ سامح. طبعا أنا متشرف إن أنا في قناته. نورت صيادين رحال. مشاهدينه طبعا. دي التلاجة أو الجربندية. أيوة. تمام، خلينا في الأول كده من هنا. ماشي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد. طبعا ده ال الداير. ده الداير طبعا، واخد من جوه شمعة. واخد شمعة كامل. ايوه الدايره يا جماعه بشمع من هنا. ماشي، واخد وده خشب. الخشب اهو، خشب محمله. ايوه، قبل كاش 8 مللي. ايوه تمام، واخد دبابيس في الخشب حاله. ما شاء الله. طبعا مستوره، لازم مستوره ده. أيوة. فيل اه، فيل مضغوط اهو على البركه. ماشي، كبس بتاعها ده المقبض بتاع الثلاجه بتاعها. ايوه الثلاجه. نيجي بقى ندخل على الخشب. تمام ماشي. جيوب ادي جي. ايوه ندخل بقى على الجيو. ما شاء الله، ده كده جيب كبير. ده الجيب الكبير اهو. ايوه، جيبين صغيرين. ماشي، واحد اثنين. تمام تمام. جيب لي السبرتايه. جيب ازازه السبرتو، احنا بنقول عليه السبرتايه، هو ازازه السبرتو. تمام تمام. جيب جنب. طيب هذا واحد كمان. ماشي، هاي كمان بقى نحطها كده. ماشي ماشي، نوقف عليها كده. ما شاء الله، في حد يصورني تيجي تقف قصاد مني؟ ما شاء الله. ها؟ لا يا عم كده تمام، خد عاليه معاك اهي. اطلع يا علي. اطلع يا علي. هي علي اصلا عماله تعكسني وعايزه تطلع على الجرمانديه. عاليه على الجرمانديه. اعملوا لايك عاليه. طب يا عم عاشور. ايه يا ريس؟ طبعا انت عارف ان اخوك سامح مش بتاع عروض، ومش بتاع الايه الافلام بتاعت العروض دي، ولكن انا بمناسبه الاسم الجديد، وبنسبه ان وبنسبه ان احنا بقينا متخصصين في الصيد، انا عايز عرض بعد اذن حضرتك لصيادين رحاله. الجربنديه دي ان شاء الله، الثلاجه دي. ايوه دي ال 20. ماشي ماشي، ال 20 دي المفروض ان انا مطلعها ب 300. هتطلعها ب 300؟ اه. طب وعشان خاطرنا، عشان خاطرك انت، هننزله 10. 10 جنيه؟ اه يعني 290. 290. طب معلش يا عاشور، ما اخوك سامح برضو مش هيطلع كده. اونت عايزين كمان ضغطه كده بالمعقول. لا ماشي كمان شوف برضو انت ايه، يعني انا مش عايز نكسفك واحنا بنصور لايف. لا لا خلاص ماشي، بس انت برضو ايه حاول تيجي على نفسك. خلاص يبقى كمان 10، يبقى هنخلوها 280. 280 جنيه في الجربنديه ال 20 لتر. عرض لمده مثلا ايه لحد يوم الوقفه مثلا. عرض اليوم الوقفه؟ يعني لا، هو مش هينفع قبل الوقفه بيومين او ثلاث ايام عشان الشحن، لو حد حقيقه، لو حد عايز شحن. تمام، لان مكتب الشحن قبل الوقفه بثلاث ايام او يومين مفيش شحن خلاص. يعني العرض ده ان شاء الله قبل الوقفه بيومين. قبل الوقفه بيومين، يعني هي الوقفه يوم كام؟ سبعه.
والله ما عارف. هو بص احنا المهم ان العرض ده ممدود ان شاء الله لحد قبل الوقفه بيومين. طب ما نخلوها لبعد العيد يحجز لحد يوم الوقفه بس هنشحنها له بعد العيد، ما عنديش مشكله. لو في حجز لحد الوقفه لحد بس الشحن بعد بس العيد، الشحن هيبقى بعد العيد. يبقى الجربنديه ال 20 ان شاء الله ب 280 جنيه. 280 وال 16 طيب. برضو كلام نهائي. ايوه هتبقى 260. مفيش زقه ثانيه؟ لا خلاص طب. والله ما انا جبت لك بقى من الاخر تمام كده عشان ما بنزلش. طب بالله عليك ما فيش زقه ثانيه والله كده لل 16 كده. انا كنت هقول 270 بس هنخليها 260 عشان عليك انت. والله خلاص يا جماعه اظن انتوا عارفين سعر الجربانديه دي كام في المحلات. هم عارفين العرض ده يا جماعه عشان ما فيش تاجر يزعل من عاشور. انا مثبت عاشور هنا من الاخر يا الله مثبت. فهو ان شاء الله بمشيئه الله بتوع المحلات العرض ده معمول مجامله من عاشور لاخوه سامح الخوالقه ومتابعين صيادين رحاله. مش من المحلات بس يزعل يا جماعه، احنا العرض ده عشان خاطر الاستاذ سامح بس، وان شاء الله ممدود لحد يوم الوقفه ان شاء الله. في مجاز 10، في مجاز 16، في مجاز 20. هو المجاز ال 10 بكام عاشور؟ ال 10 هنحسبها 170. 170 جنيه ال 10؟ 170. توكلنا على الله يا عم هنخليها 160 عشان خاطر احلى عاشور في الدنيا. يعني ال 10 ال 10 كيلو 160. 160 ال 16 لحد يوم الوقت اللي هيقول انا من متابعين من طرف متابعين من وقت رحاله. يبقى يا جماعه اللي هيطلب الجربنديه بالسعر ده هيقول له انا من طرف صيادين رحاله، متابعين صيادين رحاله. اه صيادين رحاله تمام كده؟ تمام ان شاء الله. يبقى احنا ان شاء الله بنعيد الكلام تاني زي ما قلنا في اول الفيديو بنقول في اخر الفيديو. الجربنديه ال 20 280 جنيه. 280. الجربنديه 16 260. 260. 10 160. وال 10 160. ده اخر كلام عاشور ان شاء الله. اخر كلام والله، وعشان خاطرك انت بس المد لحد يوم الوقفه. بعد الوقفه الاسعار هترجع تاني زي ما كانت 300 280 185. هترجع تاني من بعد الاسعار. هتبقى كام؟ 300 300 280 185 185 العشر. المفروض يا جماعه اقسم بالله المفروض الاسعار دي تزيد اصلا. تمام تاني غير الكلام اللي انا بنقول احنا هنزوده بعد العيد. المفروض ان فعلا بتبيعها ازيد من كده بس انا ثابت على السعر ده. طب بصوا بقى يا جماعه الحته دي برضو اللي هيتصل بعد العيد مع عاشور، ولو عاشور بمبك معانا هنمشي له العرض برضه ان شاء الله بمشيئه الله. ربنا يصلح حالنا وحالك عاشور، ما نتحرموش من ذوقك يا حبيبي. الله يكرمك ربنا يخليك لينا. دخلك انا في الكادر برضه. ماشي يا حبيبي. الجربنديه يا جماعه بصراحه الشغل ده. طب ما تحط كده واقف انت بقى عليه انت وزنك غير وزنك. ماشي يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو في حد يصور والله العظيم لا طالع واقف معاه. انا مش عارف اقول لكم يا جماعه انا وزني انتوا باين اصلا، يعني الكرش ده ما بيطلعش غير من الحاجات النادره دي. وانا والله العظيم يا جماعه ورب الكعبه انا فعلا بكل صدق انا عندي جربنديتين بس انا الاثنين هم ان عاشور شغله محترم والله العظيم بجد. انا بصراحه طمعت لما لقيت فيه حاجه حلوه فانا حبيت نقتنيها لايه؟ لنفسي يعني. فعلا انا بجد يا جماعه وعاشور اخويا وحبيبي وانا فعلا ضاغط عليه في العرض. لا يا باشا انا تحت امرك. الله يخليك يا رب. انت عايز كله إيه طبعا. والله العظيم ورب الكعبه اقسم بالله العظيم انا ماليه اي مصلحه ماديه. لا 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 والله والله لا. والله انا مصلحتي ان انت عايز ايه؟ عايز تخدم متابعينا. اي والله العظيم ورب الكعبه اقسم بالله. فانا حلفت ياما يا جماعه معلش سامحوني مش متعود على كده والله. فالجربنديه ده يا جماعه انا بننصح اي حد ان هو يلحق العرض ده ويغتنمه ان شاء الله خير. نتمنى من الله ان انا نكون قدمت لكم حاجه كويسه. تحياتي لحضراتكم، معاكم اخوكم سامح الخوالقه قناه صيادين رحاله. السلام عليكم وكل عام وحضراتكم بخير.